السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة لتعلم اللغة الفرنسية مع كتابي لي ريكومبروندر كالعادة. طبعا انتهينا مع هاد الصوت، صوت ي كما نلاحظ. فهذه الفقرة إن شاء الله سننتقل إلى صوت آخر اللي هو أي أي. طبعا هذا الصوت يكتب بهاد الكتابتين، سنرى أمثلة طبعا بهاد الكتابة أو بهذه الكتابة. مثلا كما نلاحظ عندنا ليكوغاي 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 ليكوغاي، إذا نتكلم عن هذا الحيوان. ثم عندنا لافاي لافاي لافاي، إذا نتكلم عن ورقة. ممكن نتكلم عن ورقة شجر، ممكن نتكلم عن ورقة كتاب أو دفتر، إذا نتكلم عن لافاي. إذا عندنا تاي داي فاي ساي غاي غاي فاي. إذا نعيد تاي داي فاي ساي غاي فاي. ثم عندنا هاد الكتابتين اللي تعطيو نفس الصوت اي اي، ثم هاد المقطع اللفظي اي لحسب الكلمات. مثلا كلمة عين، العين تسمى لاي، إذا نكتبها بهذه الكتابة. طبعا هذه الكتابة الأخرى ممكن نجدها في أسماء أخرى، ممكن نجدها في كلمات أخرى أي لحساب كل كلمة. مثلا نقول هنا لاي دو ليكوغاي لاي دو ليكوغاي، عين هذا الحيوان طبعا اللي تيتسمى السنجاب السنجاب. لوي دو ليكوغاي، عين السنجاب. فوالا غوغاردي لا سور ليماج سي لوي دو ليكوغاي، فوالا سي لوي دو ليكوغاي. طبعا او بلوغيال، لو بلوغيال دو لوي سي ليزيو، لو بلوغيال سي ليزيو. اذا نتكلم على الجمع نقول ليزيو يعني الاعين. غوغاردي لا Regarde les yeux de cette fille. Les yeux de cette fille. Œil, les yeux. في المفرد نقول l'œil. في الجمع نقول les yeux. L'œil de l'écureuil. De l'écureuil. Bon appétit, petit écureuil. Bon appétit, petit écureuil. Appétit, طبعا. شهية. Bon appétit. شهية طيبة. بتي إيكوغاي كما نقول سنجابي الصغير، سنجاب الصغير كما نقول سنجابي الصغير. بون أبيتي بون أبيتي بون أبيتي أبيتي بون أبيتي. بتي إيكوغاي بتي إيكوغاي، شاي طيبة. بتي إيكوغاي فوالا سي لو بتي إيكوغاي. Ensuite, nous prenons ce paragraphe et nous commençons par « Grand-père est assis dans le vieux fauteuil. »« Grand-père est assis dans le vieux fauteuil. » C'est quoi le fauteuil? Regardez là. C'est le fauteuil. C'est le fauteuil. « Grand-père est assis. » C'est quel verbe? C'est le verbe « asseoir ». C'est le verbe asseoir. يعني أجلس. ولكن هذا فعل أجلس هو مصرف مع être. إذا كما نقول بأنه جلس أو يجلس. يعني أنه يجلس. Grand-père est assis. إذا الجد أنه جالس. Dans le vieux fauteuil. طبعا رأينا فيما سبق كلمة le vieux. يعني قديم. في المؤنث نقول vieil. كما رأينا. Grand-père est assis dans le vieux fauteuil. إذا الجد هو جالس في الأريكة القديمة. ولكن كلمة أريكة هنا كلمة مذكرة. هذاك الشيء اش عملنا هنا؟ لو فيو. هذاك الشيء اش قلنا هنا؟ فيو. Dans le vieux fauteuil. إذا الجد جالس في الأريكة القديمة. Grand-père est assis dans le vieux fauteuil.
Grand-père est assis dans le vieux fauteuil. Il fume la pipe. Il fume la pipe. C'est le verbe fumer. C'est le verbe fumer. Conjugué à quel temps? Conjugué au présent. Il fume. C'est le verbe fumer. هذا فعل دخن ومنها مثلا كلمة لا فيمي يعني الدخان لا فيمي الدخان il fume ويدخن لا بيب يدخن لا بيب بحال السبسي grand-père est assis dans le vieux fauteuil il fume la pipe إذا الجد هو جالس على الأريكة القديمة طبعا هنا نقول في الأريكة القديمة il fume la pipe إذن هو يدخن بحال السبسي تستعمل في طابة طبعا بحال السيجارة غوني a offert à son père pour sa fête un portefeuille غوني a offert à son père pour sa fête un portefeuille إذن غوني a offert طبعا c'est le verbe offrir comme nous le voyons conjugué avec l'auxiliaire avoir. Le verbe offrir est conjugué au passé composé. Observe le passé composé. Madame, on observe ma avoir ou avoir fait le présent. Had avoir fait le présent. Et donc, had observe na fait le présent. Had te tbqa adna faqat le participe passé le khas bi titaoud ala tol sarf. Offert, offert, offert. Il a akhir sarf. Et donc, naqul j'ai offert. Tu as offert, il a offert, nous avons offert. Et d'un hada ou le participe passé le khas bifil, offrir, ou hada. Et puis, il t'aoud à la tout le sarf. Hta ou alou, intaqalna le zaman murakab akhar, ghatqa adna hat offert. Le ghaytrayer ou hada. Bhadaba, fil passé composé d'yel le verbe offrir, had l'auxiliaire avoir, msarraf, fil présent. Ou l'inquin, moumkin, sarrafou. Moumkin, sarrafou. فلامبارفي مثلا ونحطو حدا هاد نفس لو بارتيسيباسي الخاص اوفخيغ علاش غنحصلو غنحصلو على لو بلوس كو بارفي ديال اوفخيغ ديما هذا تيتصرف ولكن الزمن راه ديال هذا غوني ا اوفير ا سون بير اذا غوني انه مناح لابيه بوغ سا فيت من اجل عيده من اجل احتفاله إذن الأب عنده واحد الاحتفال بهذه المناسبة غوني لوي أوفير إذن غوني أنه منحه أن بورتفوي أن بورتفوي فوالا غوغاردي لا سي لو بورتفوي لو بورتفوي إذن نتكلم عن حامل الأوراق بحال تنقولو حنا البسطام لو بورتفوي حامل الأوراق كيما تنشوفو هاد الكلمة مركبة من لو فيرب بورتي لو فيرب بورتي يعني حمالة ثم كلمة فوي اللي شفنا قبل قليل اللي هي هادي لا فوي كثير من الكلمات في اللغة الفرنسية تتركب من كلمات أخرى لو بورت فوي غوني أ أوفير أ سون بير بور سا فيت أن بورت فوي إذن غوني أنه منح لأبيه بمناسبة الاحتفال بور سا فيت كما نقول هنا من أجل احتفاله من أجل احتفاله pour sa fête pour sa fête pour sa fête بمناسبة احتفال الأب ماذا منحه بهذه المناسبة un portefeuille un portefeuille إذا نعيد grand-père est assis dans le vieux fauteuil il fume la pipe René a offert à son père pour sa fête un portefeuille le facteur s'arrête sur le seuil de la porte. C'est quoi le seuil de la porte? يعني le seuil هو العتبة. العتبة. Le seuil هو العتبة. Le seuil de la porte. إذا نتكلم عن عتبة الباب. إذا le facteur s'arrête. سعر البال يتوقف sur le seuil de la porte. إذا هو توقف على عتبة الباب. كما نقولون فوق عتبة الباب. La porte يعني الباب le seuil العتبة طبعا كما تلاحظوا بأن كلمة le seuil كلمة مذكرة va vite voir
إذا تقول الأم لابنها مثلا va vite voir، اذهب بسرعة لترى، سر بالزربة تشوف، سر بسرعة شوف، va vite voir، va vite voir. طبعا vite يعني بسرعة، هذا standard verb، va vite voir. طبعا لو va voir في النظرة، ممكن نقول va voir اذهب لترى، ولكن va vite اذهب بسرعة، voir لترى. لو verb على هنا راه مصرف الامبيراتيف، مصرف الامر، va vite voir اذهب بسرعة لترى. La tante de Lily vient de mourir. طبعا كنا راينا فيما سبق لو فيتور بروش. لو فيتور بروش شنو تستعملوا فيه؟ تستعملوا فيه لو فيرب الي، تستعملوا فيه لو فيرب الي، ثم تيجي من بعد منه الفعل المراد تصريفه. مثلا نقول لا طون دو لولي فا موغيغ، يعني ان خاله او عمه كما راينا، او زوجه العم او زوجه الخال تسمى لا طونت. ناخذ مثلا ان خاله لولي فا موغيغ، فا موغيغ، غنستعملوا لو فيرب الي مثلا. هنا غيكون عندنا مثلا لو فيرب الي، شنو غيولي المعنى هنا؟ لا طونت دو لولي فا موغيغ، يعني ان خاله لولي ستموت قريبا، ستموت قريبا، المقصود انها مريضة جدا مثلا، وانها على وشك الموت. اذا لا طون دو لولي فا موغيغ، ولكن هنا ما استعملناش لو فيرب الي، هنا استعملنا واحد المساعد اخر تيشبه له ولكن العكس ديالو، استعملنا لو فيرب فينيغ. طبعا حنا تنعرفو لو فيرب فينيغ في الحالة الطبيعية ديالو تعني جاء، تعني جاء. نقول جو فيان دو ليكول، أنا أتيت من المدرسة، أو إل فيان دو ليكول، أو بيان إل فيان دو مارشي، هو جاء من السوق. تقول لشخص جو فيان، أنا جاي، جو فيان أنا جاي. إذن هذا لو فيرب فينيغ، ولكن لو فيرب فينيغ ممكن حتى هو يجي كمساعد باش نصرفو معاه فعل آخر. شنو غيولي يفيد لينا في هاد الحالة؟ غيولي يفيد لينا ما نسميه لو باسي غيسون. كاين عندنا لو فيتور بروش، هو الزمان ديال المستقبل على وشك الحدوث. بحال دابا إذا قلنا هنا لا طونت دو لولي فا موغيغ، إذا خالة لولي ستموت قريبا، نتكلم على المستقبل ولكن يكاد يكون حاضر. هنا تنتكلم على الماضي ولكنه يكاد أيضا يكون حاضر، تنتكلم على واحد الماضي يلا وقع، يلا وقع، ربما جوج دقائق، ربما نص ساعة، ربما نهار، على حسب الأهمية ديال داك الحدث. مثلا هنا لا طونت دو لولي فيان دو موغيغ، إذا خالة لولي ماتت قريبا، يلا ماتت، يلا ماتت. إذا يلا ماتت يعني راه ماتت، ولكن يلا قريبة تكون الآن، لو تأخرت شيئا ما لكنا نشاهدها الآن تموت. إذا لا طون دو لولي فيان دو موغيغ، تستعمل لو فيرب فينيغ ثم دو ثم الفعل، ثم الفعل مراد تصريفه الانفينيتيف كما عندنا هنا. لا طون دو لولي فيان دو موغيغ، إذا خالة لولي ماتت قريبا، يلا مات. سا فامي اي طون دوي، سا فامي اي طون دوي، إذا طبعا عائلتها كما نقول في حزن، كما نقول في حزن، سا فامي اي طون دوي. لو دوي نتكلم عن المراسم اللي تجي من بعد الموت، تيكون فيها الحزن، تتكون فيها طقوس معينة. سا فامي اي طون دوي بوغ سوغتيغ لو سو ديبوي، on se sert d'un treuil. On se sert d'un treuil. Regardez ici. Voilà, c'est le puits. Et voilà, c'est le treuil. C'est le treuil. Il est le mannet. Il s'appelle le treuil. Pour sortir le sort du puits, min ajli ikhraj ad-dalou mina al-bi'r, le puits, maqsoud bi al-bi'r. On se sert. Yani, annana nestamil. هنا عندنا لو فيرب
سو سيرفير سو سيرفير فعل استعمل اون سو سير اون سو سير. لاحظ هنا اون ما تتكلمش عليا انا ولا عليك انت ولا على الاخر او عنهم هم، تتكلم على كل واحد باغي يخرج السطل، كل واحد باغي يخرج هاد السطل من البير، اي واحد. اذا غنستعمل هاد اون، هذا علاش نسميوها برونون انديفيني، يعني انه تيمكن يستهدف اي ضمير، ممكن يعنيني انا، ممكن يعنيك انت، ممكن يعني الاخرين، تيستهدف كل شخص ويخرج الدلو من البئر. بور سورتيغ لو سو، بور سورتيغ لو سو دي بوي، من اجل اخراج لو سو يعني السطل او الدلو، دي بوي من البئر. اذا من اجل اخراج هاد الدلو من البئر، اذا اون سو سير، اون سو سير، اننا نستعمل، اننا نستعمل دان تخوي، نستعمل هاد الذي يدور طبعا من اجل تسهيل اخراج الدلو. اون سو سير دان تخوي، اون سو سير دان تخوي، اون سو سير دان تخوي. اذا نعيد، غون بير ايت اسي دون لو فيو فوتوي، il fume la pipe. René a offert à son père pour sa fête un portefeuille. Le facteur s'arrête sur le seuil de la porte. Va vite voir. La tante de Lily vient de mourir. Sa famille est en deuil. Pour sortir le seau du puits, on se sert d'un treuil. إذا نستأنف فقرة قادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.